دقيقين. اوف هي كبيرة اكبر من وجهي. يا ساتر. طردت ملفوف مخلل على الصوص كوكتيل الجبن. الصوص كان يطبطب علي. اكل بيك بس ناقصه شيء. وشو؟ الكاتشب وينه؟ ترى بتطيح مخلل. عروشه. حوسه حوسه. عطنا عطنا كاتشب كاتشب ما يصير لازم كاتشب. دقيقين. يا سلام. كمية الصوص بس محتاج ايش كاتشب. دائما اخر لقمة هي السعادة. الحمد لله.